نروح لكابتن خالد بيبو اللي من السعوديه للامارات مع وفد شركه الكوره. يمكن الفريق الاول في فتره راحه سلبيه من بعد مباراه الاسماعيلي اللي فاتت، لكن كابتن خالد بيبو مدير الكوره بيشتغل بلا راحه، سافر السعوديه مع وفد الفيفا طبعا عشان يشوف ملاعب كاس العالم للانديه اللي الاهلي هيشارك فيها في شهر ديسمبر. طبعا حضراتكم عارفين الشهر ديسمبر ده هيكون شهر كاس العالم للانديه في مدينه جده، ولكن كان معاه كمان كابتن سمير عدلي المدير الاداري صاحب الخبرات الكبيره طبعا، وقام بيبو خلال جولته بالسعوديه بتفقد ملاعب التدريب وفندق الاقامه والاطمئنان على كافه الترتيبات اللازمه اللي هتساعد الفريق وجهازه الفني على تقديم افضل العروض وتحقيق احسن النتائج. كمان امبارح في وفد من شركه الاهلي لكره القدم يضم كل من خالد عبد القادر عضو مجلس اداره الشركه وامير توفيق مدير التعاقدات والقائم باعمال المدير التنفيذي للشركه، وهيكون معهم بكل تاكيد كابتن خالد بيبو لعقد جلسه مع شركه الملابس. ووفد شركه الكره هيقعد اكتر من مره مع شركه الملابس دي عشان يوصل لافضل الاتفاقات اللي تحقق النجاح للطرفين، وكمان عشان اختيار ملابس الموسم 2024-2025. هي مجهود من شركه الكره كبير جدا وترتيبات في مواعيد بدري عشان يبقى كل حاجه جاهزه وعلى اكمل وجه، وده النادي الاهلي كل النجاح اللي فيه النادي الاهلي لان ماشيين بنظام محترف، احنا محترفين في كل شيء سواء على المستوى الفني او كمان على المستوى الاداري زي ما حضراتكم شايفين كده.